شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو هو 25 نصيحة تجميلية لازم كل بنت تعرفها رح يفيدوا كل بنت. أنا عملت كتير مثل هدول الفيديوهات، ولكن هذا الفيديو تحديدا صلي عم بشتغل عليه من شهر واحد، عم بكتبهم وحدة وحدة وعم جربهم وحدة وحدة، رح يفيدوكم كتير. لهيك ما تترددوا أبدا أنو تحضروا هذا الفيديو وتنشروه وتشاركوه مع كل رفقاتكم أصدقائكم صديقاتكم قرايبينكم وكلهم، مشان كمان اللي يستفادوا من هذا الفيديو حطوا له لايك، خلينا نوصلوا ل 200 ألف لايك بأسرع وقت لك خلال أيام. وكمان لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا بقية الفيديوهات أو الفيديوهات الجاية. كتير تعبت بهذا الفيديو، رح أترك لكم روابط كل النصائح التجميلية اللي عملتها بالماضي بصندوق الوصف. لهيك إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوا تروحوا تشوفون، إذا ما شفتوهم يعني شوفوا صندوق الوصف قبل ما تخلصوا من هذا الفيديو. وهلأ خلونا نبلش بالفيديو. الماسك هو حبيب البنات، لهيك أول نصيحة هي لما بتحطي ماسك حاولي تستخدمي فرشاية قديمة وتخصصيها للماسك، رح توزع الماسك بطريقة أفضل وبشكل متساوي والفائدة طبعاً أكبر مع الوقت. من النصائح كمان مختصة بالماسك اللي أنا شخصياً بستخدمها هي إنه بحط نفس الماسك اللي حطيته للبشرة بحطه للرقبة، لأنه بشرة الرقبة كمان رقيقة وحساسة وكمان بدها عناية، والماسكات الوش بتكون ملائمة عن تجربتي الشخصية أنا، كتير بتفيد هاي المنطقة، الشكل كتير رح يكون هيك الوش والرقبة بيجننوا مع بعضهم، جربوها و رح تدعولي. عودي حالك أول خطوة بالميك اب هي مرطب الشفايف، شي جدا أساسي ومهم، وهيك شفايفك بتترطب لبين ما تخلصي مكياج وتحطي الحمرة. كلنا بنعرف إنه منطقة تحت العين بدها عناية خاصة، لأنه كتير رقيقة وحساسة، لهيك كتير مهم إنك تحطي ماسك لمنطقة تحت العيون، ولكن جربي تحطيه بالبراد ليبرد شوي، وبعدين حطيه عادي، رح تلاحظي فرق واضح وسريع، أفضل من الماسك بدون برود شوي، بس على فكرة مش كتير تلج تلج، لأ هيك برديه شوي وحطيه وشوفي الفرق، رح تلاحظي هيك انتعاش غريب. خدعة تجميلية، بس يا ريت يا ريت لو بيحولوها لحقيقة سابقة. يعني لو ما عندك آي لاينر فيكي، استنوا جهزوا حالكم، فيكي تستخدمي الحمرة السابتة كآي لاينر. أنا هون استخدمت من كايلي جينر كورت كي، وعملت فيديو كامل عن كل أرواج كايلي جينر، رح أحط لكم إياه تحت بصندوق الوصف للي ما شافوا بيروحوا يشوفوا، بس هون أنا عم جربها قدامكم، كتير ظابطة بنات، كتير ظابطة، صورت فيها فيديو كامل منزح عن مكانه. كمان خدعة تانية، لو مثلا خربتي بالآي لاينر استخدمي المحارم المبللة لتنطفي الزوايا ويطلع الآي لاينر مثالي. لو بدك رموشك الطبيعيين يتحولوا لرموش اصطناعيين، بدون رموش اصطناعيين خذي الكيوتبس اللي هي تبع تنظيف الأذن، حطي ماسكارا طبقة ماسكارا عادية على رموشك العاديين، ونتفي الكيوتبس مثل هلا أنا عم نتفها بهالشكل هاد، وبعدين مرقيها على طبقة الماسكارا اللي أنت حطيتيها بهالشكل، وبس تمرقيها رجعي حطي طبقة ماسكارا تانية، رح تلاحظي الفرق. أنا هون حطيت طبقة واحدة والفرق جدا واضح مثل ما هلا رح تشوف. صرنا بنعرف البيوتي بلندر، وكمان بنعرف انه البيوتي بلندر ما في شيء لهلا بينظفها مثل الصابون الخاص تبعها، يمكن يعني عاملين هيك ليكسبوا مصاري اكثر ما بعرف، ولكن انا لقيت البديل صابون دوف عن تجربه بينظف اكثر من صابون البيوتي من صابون البيوتي بلندر العادي، جربوه وراح تلاحظوا شو كلامي عم اقوله انه صح 100%. نصيحة على الطاير، أفضل طريقة للبرايمر إنه تحطيه لتحت، بيعطيكي أفضل نتيجة وأفضل دوام. عندك كريم أساس بس جدا ناشف وبجفف بشرتك؟ عادي، ادمجي مع شوية زيت للوش ورح تشوفي كيف رح يتحول من جاف لدوي بسرعة. صرنا بنعرف قديش مهم يكون لون الرقبة والوش قريبين من بعض، ولكن كتير بنات بينسوا الإذن مع إنه مكان كتير ملفت للنظر، لهيك أبدا ما تنسوها بنات. عندك علبة كونسيلر جافة مثل هي اللي عندي؟ ومحتارة كيف بدك تستخدميها أصلا؟ عادي، في حل، حطي عليها شوية زيت الوش نتفة بس، وشوفي كيف رح تتحول لعلبة كريمية أكتر وسهلة الاستخدام بلمح البصر. إذا كنت كتير بتسهري مثلي أنا شخصيا، يعني عم بحكي عن حالي، لتتجنبي الهالات السوداء استخدمي مصحح برتقالي حطيه قبل الكونسيلر بطبقة كتير خفيفة مثل هلا مبين عندكم بالفيديو، وبعدين غطيه بالكونسيلر وادمجيه كتير منيح. لو كنت كتير 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 سمرة استخدمي مصحح أحمر، وهيك رح تختفي الهالات السوداء مثل السحر. لو كنت جديدة بعالم الكونتور
وما بتعرفي تحطي، استخدمي طريقة الأربعة مثل اللي هلا مبينة بالفيديو. أول خط بالأربعة بيكون فوق الأذن، فوق خط الأذن، وتاني خط بيكون على خط الدقن، وبس. طريقة كتير سهلة، أسهل وأسرع طريقة. نصيحة على الطاير، أفضل طريقة لدمج الكونتور هي وأنت طالعة بطلوع لفوق، هيك بيندمج أسهل وأسرع. تقنية البيكينج أو خبز الوش باستخدام البودرة الحرة صارت كتير مشهورة، رح نحكي عنها هلأ شوي. هي التقنية لحتى الكونسيلر ما يسيح وما يتكسر لفترات طويلة، يعني برأيي مش للاستخدام اليومي. بتاخدي كمية من البودرة وبتحطيها على المكانات اللي بدك تثبت لساعات طويلة، عدد من الدقائق من 5 لـ10 دقائق حسب وقتك. كيف بدك تشيليها؟ هون نصيحة، أفضل نصيحة بحسها كتير مهمة، لما بدك تشيلي البودرة اللي حطيتيها على الكونسيلر شيليها للأسفل، يعني حركي الفرشاية لتحت مشان تنشف ويضل المنظر كتير كتير هيك واضح والكونسيلر بمكانه، أفضل منظر وما رح يتخربي البيكينج أو الخبز الوش أبدا. دائما بنتساءل كيف بالأفلام بتكون البنات خدودها هيك وردية وكتير زابطة؟ السر هو أحمر الخدود البرتقالي. بتحطوا بلاشر أحمر خدود برتقالي كطبقة أولية أساسية، وفوقه بتحطوا البلاشر البينك الزهري، وهون رح بيكون لون خدودكم لون زهري طبيعي مثل اللي بالأفلام. هي على فكرة بيستخدموها الخدعة بالمكياج السينمائي. أكبر غلطة لما آخر شي بدك تحطي كحل أو ترسمي تحت العين وتستخدمي أصابيعك، أبدا ما تستخدميه لأنه هيك رح مكياجك يسيح ويجي على أصابيعك ويكون المنظر أبدا مش محبب. استخدمي فرشاية أو بيوتي بلندر أو أي إسفنجة لتمسكي خدك وترسمي، وهيك مكياجك ما رح يخرب. أبدا ما تحطي الهايلايتر بطريقة الرسم السريع أو الراحة والرجعة، لأنه هيك حينتشر أو حتنتشر اللمعة كل الوش بشكل مش مرتب. استخدمي طريقة الطبطبة بالهايلايتر وشوفي الفرق الواضح باللمعة. حبة مضايقتك وما عم بيغطيها الميك اب، حوليها لشامة بالكحل بالميك اب ورح تتحول لعلامة جمالية كمان. يعني انتي زبطيها، أنا هون شوي ما زبطت معي لأنه على الكاميرا، بس بتزبط وبتصير بتجنن. مثبت المكياج شغلة أساسية، ولكن كتير منا بيحطوا أو بيستخدموا بالطريقة المش صحيحة. طريقته الصحيحة هي طريقة الأكس على الوش، لأنه هيك رح يتوزع كل الوش ويثبت المكياج ويخليه ثابت بمكانه. أفضل وقت لترطيب الجسم هو بعد الشاور مباشرة، لأنه هيك الجسم رح يمتص المرطب بشكل أسرع. كمان لو ما عندك بودرة حرة لتقنية البيكينج أو خبز الوش، استخدمي بودرة الأطفال بشكل مؤقت، يعني مش دائما تستخدميها، بس لو كان ما عندك مجربة وكتير منظرة مناسب. كمان حطي دائما حد الميك اب تبعك اللي هو هاند سانيتايزر معقم اليدين، لحتى تتذكري دائما تعقمي ايديكي قبل ما تحطي ميك اب. علب العينات الصغيرة لا تكبيها ابدا ولا تضيعيها، خبيها لوقت السفر، بتنفعك كتير. كتير بنات بيسألوا أو ما بيعرفوا هل المكياج فيه تاريخ صلاحية؟ ايه، له تاريخ صلاحية، وبيكون بهذا الشكل مثل علبة صغيرة بخلف العلبة تبع الميك اب. إذا مكتوب 12 معناته لسنة وبيكون تاريخ صلاحيته إجا، وإذا مكتوب 24 معناته فيه تاريخ صلاحية لسنتين بس وبعده لازم تكبيه. هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى عن جد عجبكم وحبيتوا. اذا حبيتوا ما تنسوا لايك للفيديو، خلينا نوصلوا 200,000 لايك باسرع وقت. اشتركوا بالقناه، لا تنسوا تشتركوا بالقناه تشوفوا الفيديوهات الجايه، وكمان شوفوا اخر فيديوهات بالقناه هذول. وانا نور، انا نور، ايه اسمي نور، بحبكم كثير، خيرات الله، وبشوفكم وين وامتى؟ الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.